انطلق برنامج جامعة حفر الباطن للدعم النفسي والاجتماعي لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد على الأفراد والمجتمع. وللحديث أكثر عن هذه الخطة أكيد نرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن محمد العامري، عميد شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن. حياك الله دكتور. الله يحييك، يا مرحبا. هلا بك دكتور. لو تكلمنا شوي أكثر عن هالخطة. أولا الحمد لله على كل حال، ونسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وجميع بلدان العالم والمسلمين من هذا الوباء. كذلك أتقدم بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وهذا الوباء. كما تقدم بالشكر لقناة روتانا خليجية وبرنامج سيدتي. انطلاقا من مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الناجي القحطاني بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لطلاب ومنسوبي وأفراد المجتمع في جامعة حفر الباطن. طبعا الأزمات لها عدة آثار، جوانب نفسية وجوانب اجتماعية واقتصادية وأكاديمية. الجانب النفسي مثلا، هناك الخوف والقلق والتوتر والوسواس القهري وغيرها من الجوانب النفسية. كذلك في الجانب الاقتصادي، التأثير على الأسر، كذلك هوس الشراء ومشكلاته. في الجانب الأكاديمي لدينا التكيف مع التعليم عن بعد وأساليب التقويم والتعليم الإلكتروني الجديدة، وكذلك مهارات التعلم الذاتي. في الجانب الاجتماعي هناك دعم لكيفية التعامل مع الأطفال ومع كبار السن ومع ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا تم استخدام مفاهيم علم النفس الإيجابي مثل تعزيز التفاؤل والأمل، تعزيز مهارات التغيير الإيجابي، تعزيز سمات الشخصية الإيجابية. نعم دكتور عبد الله، ذكرت أنه متركزوا على الجانب النفسي خصوصا لكبار السن، يمكن بسبب الرسائل الإعلامية بأنه الفيروس يشكل خطر كبير على كبار السن. كلمنا عن هذا الموضوع، إيش هي الجانب الدعم النفسي اللي تقدموه لكبار السن؟ طبعا يقدم الدعم النفسي لكبار السن من خلال رسائل إيجابية تبعث الأمل والتفاؤل، وكذلك رسالة للطلاب والطالبات بتوعية الآباء والأمهات وكبار السن بشكل عام بأهمية أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وكذلك بعث الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وأن بإن شاء الله باتباع التعليمات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية بالبقاء في المنزل، إن شاء الله أن الجميع بعيد عن هذا الوباء وهذا الفيروس بإذن الله. أيضا تم استخدام تقنيات التعليم عن بعد في هذه الحملة من خلال إنشاء عيادة افتراضية على برنامج مايكروسوفت تيمز، يقدم من خلالها محاضرات وندوات وورش عمل ودورات لتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي. طيب، في كمان أنتم تكلمتوا عن الحملة شوي، عن القلق اللي جالس يصير، إذا أقدر أقول أنه المبالغة بالقلق، وكمان ممكن يكون في بعض عند الأشخاص يكون في هلع، فأبغى أعرف كيف تعاملتوا من هالناحية بهالحملة. طبعا يضم الفريق مجموعة من الزملاء المتخصصين في الإرشاد النفسي وفي علم النفس الاجتماعي من مركز الإرشاد الجامعي بالجامعة، يقدمون تقنيات حديثة في علم النفس من خلال التفريغ الانفعالي والعلاج المعرفي وتقدير الذات، وكذلك تقنيات حديثة في علم النفس الإيجابي التي تبعث الأمل والسعادة والتغييرات الإيجابية والتعامل مع المتغيرات. أضفنا إلى ذلك مسألة الإرشاد الديني لضرورة أيضا أن يفهم الناس
تعامل الدين الإسلامي مع مثل هذه الأزمات وهذه الأوبئة. طيب دكتور، يعني انت ذكرت لنا كل هذه الرسائل الإيجابية وهذا التركيز على الجانب النفسي وغيره، لكن كيف هي آلية تطبيق هذه الحملة أو الخطة؟ طبعا الآلية كما ذكرنا هي عبر تقنيات عن بعد. تم إنشاء القناة الافتراضية على برنامج المايكروسوفت تيمز لتقديم المحاضرات والندوات. تتسع هذه المحاضرات لأكثر من 3500 مشارك في وقت واحد. كذلك تم إنشاء قناة على برنامج التليجرام، كذلك مجموعة في الواتساب. أيضا تم استخدام تويتر عن طريق حساب عمادة شؤون الطلاب لإرسال الرسائل الإيجابية، والهاتف الاستشاري المفتوح على مدى 24 ساعة في مركز الإرشاد الجامعي الذي يتولى الرد عليه مجموعة من الزملاء أساتذة الجامعة المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع. كيف شفتوا الإقبال على الحملة دكتور؟ الحمد لله الإقبال كبير جدا، التسجيل تجاوز المئات، ما شاء الله. ومن أمس بدأنا في تقديم المحاضرات عن طريق برنامج أو عن طريق القناة الافتراضية. بعد قليل بإذن الله سننضم إلى محاضرة التفاؤل والأمل لمواجهة فيروس كورونا. جميل. والمحاضرات متوالية كل مساء لمدة ساعتين كل محاضرة. تقريبا عندنا أكثر من 20 محاضرة ودورة تدريبية ستقدم خلال هذه الفترة بإذن الله. نعم دكتور، يعني ما شاء الله هذه الحملة الكبيرة والمهمة في الوقت الحالي، والكثير من الرسائل الإيجابية اللي بتنشروها سواء على موقع الجامعة أو مواقع التواصل الاجتماعي، هل يشارك فيها طلبة متطوعون في الجامعة بجانب الكادر التعليمي؟ طبعا هذه الحملة الآن موجهة للطلاب ومنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وتقدم عن طريق أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. لدينا حملة أخرى سنطلقها إن شاء الله هذه الليلة بعنوان حبا في السعودية، مبادرة جامعة حفر الباطل للتطوع. وستشمل 7 مجالات: المجال الصحي والأكاديمي والتدريبي واللوجستي، وكذلك المجال الأمن والسلام. جميل. ونتشرف بتغطيتكم لها إن شاء الله في حلقات قادمة. بإذن الله. بإذن الله دكتور، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، شكرا لمداخلتك. يعني دائما نقول الجامعات سباقة إنها تبادر بالحملات الجميلة اللي جالسين نشوفها، خاصة بهذا الظرف، لأنه فعليا الناس متعطشة إنها تشوف شيء جديد وتستقبل شيء جديد. شكرا لك دكتور. طبعا وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، ما تنسوا تشاركوا معنا أكيد بهاشتاجنا. طبعا الجلسة عليك والباقي علينا، هذا لازم تنزلون عليه فيديوهات الأشياء اللي أنتم جالسين تعملونها بالبيت، إيش تسوون، نحتاج نعرف. وكمان إبداعاتكم ريم تشارك بالهاشتاج هذا، إن شاء الله بكرة نعرضه. طيب كذا وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة بإذن الله بنفس الوقت. في أمان الله.